بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنحل مجموعة من الاسئلة على يونت 12 على الوحدة الـ12، ونبدأ على طول بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنحل من الكتاب بيت باي بيت. اول سؤال: choose the right answer from A, B or C. number one, wind energy moves plates to make electricity، يعني طاقة الرياح تحرك الشفرات لكي تولد الكهرباء. بعد كده number two، wind energy طاقة الرياح is it cheap، تكون رخيصة and easy وسهلة. number three، the generator it changes the movement of the plates into electricity، يعني المحرك أو المولد بيحول الحركة إلى بيحول حركة الشفرات إلى كهرباء. number four، the sun warms the solar panels to make electricity، الشمس تدفئ الألواح الشمسية لكي تولد الكهرباء. number five، رقم خمسة، solar energy الطاقة الشمسية is expensive بتكون غالية at first أولا أو في البداية and you need a lot of sun وبتحتاج إلى الكثير من الشمس. number six، we need to look after the planet، طبعا look after بمعنى يعتني بي. بعد كده read and match A with B. number one، we should save water، يعني يجب علينا أن نوفر المياه. number two، we should use more solar energy، يجب علينا أن نستخدم المزيد من الطاقة الشمسية. number three، the wind الرياح the wind energy طاقة الرياح is it cheap and easy بتكون رخيصة وسهلة. number four، solar energy الطاقة الشمسية needs تحتاج lots of sun الكثير من الشمس. number five، the generator it changes the movements into electricity، المولد يحول الحركة إلى كهرباء. بعد كده عندنا read and fill in the gaps، اقرأ واملأ الفراغات. بنقرأ القطعة ونترجمها علشان نكمل الفراغات صح. بنختار الكلمة المناسبة من فوق نكتبها في النقط. We can get energy from the sun، نحن نستطيع أن نحصل على الطاقة من الشمس. This happens، هذا يحدث، when the sun warms the solar panels، يعني هذا يحدث عندما تدفئ الشمس الألواح الشمسية. It makes electricity، إنها تولد الكهرباء. Solar energy الطاقة الشمسية is good، تكون جيدة. Because it is cheap and easy، لأنها رخيصة وسهلة. The problem with solar energy، مشكلة الطاقة الشمسية، is expensive at first، إنها بتكون غالية غالية الثمن في البداية. And you need a lot of sun، وبتحتاج إلى الكثير من الشمس. بعد كده بنكتويت the following، يعني ضع علامات الترقيم للآتي. هيبقى الحاجات اللي ناقصة في الجملة الW في we وفي الآخر فول ستوب، علشان دي جملة. الجملة بتقول we can clean the beach، نحن نستطيع أن ننظف الشاطئ. يبقى هنزل الW في we capital وفي الآخر فول ستوب. بعد كده عندنا أسئلة خاصة بالأزهر الشريف. أول سؤال listen and choose، يعني استمع واختر. طبعا أنا هقرأ قطعة، بناء على القطعة اللي هتسمعوها هتختاروا الإجابة الصحيحة. القطعة بتقول بسمة likes to listen to music، يعني بسمة تحب أن تستمع إلى موسيقى. she wants to be a singer، هي تريد أن تكون مغنية. she likes to sing a lot songs، هي تحب أن تغني الكثير من الأغاني. she downloads a lot of songs،
هي تحمل الكثير من الأغاني. أول جملة هتبقى بسمة likes to listen to music. بسمة تحب أن تستمع إلى الموسيقى. Number two, بسمة downloads a lot of songs. بسمة تحمل الكثير من الأغاني. بعد كده read and complete the dialogue with the words below. اقرأ وأكمل. عندنا حوار ديالوج بين A و B. A بيقول لي B, where did you go last Friday؟ أين ذهبت الجمعة الماضية؟ رد عليه B وقال له I went to أسوان، أنا ذهبت إلى أسوان. فA سأل سؤال تاني بيقول له what did you see there؟ ماذا رأيت هناك؟ رد عليه B وقال له I saw the high dam، أنا رأيت السد العالي. بعد كده عندنا بسش قطعة هنقراها ونترجمها علشان نستخرج الإجابات صح. القطعة بتقول yesterday بالأمس we went on a school trip، يعني ذهبنا في رحلة مدرسية. It was a nice day، كان يوم جميل. First أولا we went to the pyramids، ذهبنا إلى الأهرامات. We enjoyed our time there، استمتعنا بوقتنا هناك. Then ثم we went to the zoo، ذهبنا لحديقة الحيوان. We saw a lot of animals، رأينا الكثير من الحيوانات. We had lunch there، تناولنا الغداء هناك. I want to came back again، أنا أريد أن أأتي مرة أخرى. choose اختر. Number one، yesterday we went on a school trip، يعني بالأمس ذهبنا في رحلة مدرسية. Number two، we saw a lot of animals at the zoo، رأينا الكثير من الحيوانات في حديقة الحيوان. Number three، first أولا we went to the pyramids، يعني أولا نحن ذهبنا إلى الأهرامات. طبعا بعد كده the reader القصة، طبعا للإطلاع فقط مش هيجي منها أسئلة في العام. بعد كده choose اختر. Number one، we get solar energy from the sun، نحن نحصل على الطاقة الشمسية من الشمس. Number two، we can use energy saving light bulbs، احنا قلنا بعد كان لازم نختار الفعل اللي في المصدر اللي بدون اي اضافات. بعد كده choose اختر. Number one، a landfill، يعني مقلب النفايات او مقلب الكمامة. is a place، هو المكان. where people leave trash، اللي الناس بتترك فيه trash الكمامة. number two، hydroelectricity، الطاقة الكهرومائية. is renewable energy، طاقة متجددة. renewable بمعنى متجددة. number three، the high dam controls the flooding، السد العالي بيتحكم في الفيضان. بعد كده read and fill in the gaps، اقرأ واملأ الفراغات. we can get energy from the wind، نحن نستطيع أن نحصل على الطاقة من الرياح. this happens، هذا يحدث. when wind moves the plates and generator it changes this movement into electricity، يعني هذا بيحدث عندما تحرك الرياح الشفرات والمولد بقى بحول الحركة إلى كهرباء. it's good energy، it's a good energy، إنها طاقة جيدة. بعد كده read and match A with B. number one، a flood is، معنى فيضان. too much water on the land، الكثير من المياه على الأرض. number two، rice and sugar cane، الأرز وقصب السكر. need a lot of water، بيحتاجوا إلى الكثير من المياه. number three، wind energy، طاقة الرياح. is a clean energy، طاقة نظيفة. بعد كده read and write true or false، هنقرأ القطعة ونترجمها الأول. القطعة بتقول the high dam، السد العالي. is in أسوان، موجود في أسوان. it's a great dam، إنه سد عظيم. in the south of Egypt، في جنوب مصر. it helps farmers، يساعد الفلاحين. to grow more crops، أن يزرعوا المزيد من المحاصيل. it protects Egypt from floods، إنه يحمي مصر من الفيضانات. it helps people control the amount of water،
بيساعد الناس ان هم يتحكموا في كمية الماء. it helps with droughts، يساعد في الجفاف. because it stores، لانه يخزن. stores بمعنى يخزن. water in lake ناصر، يخزن الماء في بحيرة ناصر. it brings many good things to Egypt، انه يجلب الاشياء الجيدة المتعددة الى مصر. الاسئلة بقى اللي جت على القطعة. Number one، the high dam is in the north of Egypt، السد العالي في شمال مصر. طبعا فرص، احنا قلنا south في جنوب مصر. Number two، the high dam protects Egypt، السد العالي بيحمي مصر. طبعا true، احنا قلنا بيحميها من الفيضانات وبيحميها من الجفاف. Number three، the high dam stores water، السد العالي يخزن الماء. true. بعد كده answer the following questions، اجب عن الاسئلة الاتية. Number four، where is the high dam، يعني اين يوجد السد العالي؟ in أسوان، في أسوان. Number five، how does the high dam help the farmers، كيف يساعد السد العالي الفلاحين؟ هنقول it helps them to grow more crops، بيساعدهم في زراعة المزيد او الكثير من المحاصيل. بعد كده ترتيب. Number one، why is hydroelectricity A clean energy، يعني لماذا تكون الطاقة الكهربائية طاقة نظيفة. Number two، it is cheap and clean، إنها رخيصة ونظيفة. بعد كده علامات التركيم. punctuate the following، ضع علامات التركيم للآتي. الدبل في وات في الآخر الكويستشن مارك علامة استفهام. كده يا حبيبي أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. إن شاء الله الفيديوهات اللي بعد ده هنحل فيها باقي الاختبارات او الامتحانات الموجودة في نهاية الكتاب. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.